يا هوبرت، والله يا هوبرت. لا هذا لي حق حقي. لا حقي حقي. أبقى حطي هالشيء. والله حقي. أبقى حطي. بس. عطني قصيده. حط قصيده. حط قصيده. جيب ايش الهاجس. بسرعه. حط. رجع كتفي ورا. حط. ساعد. رجع كتفي ورا. كتفك وين؟ كتفي حط خليتك. اسلم. خلاص ارجعوا اجلسوا. تعرف انك في المحاني والقدر قد جابك. جابك. وتعرف انك اجمل اشيائي ومن اثمنها. أنا. يوم صدري ما رضى في صدتك وغيابك. ويوم حزني طاحت الدمعة ولا أدري عنها. ويوم تضحك أحسب إني كاسب إن إعجابك ما دريت لك مآرب ما درينا عنها. يا سلام. بعض الحكي يثر علينا. دقيقة شيخي صفك. اسلم 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 خلاص. بعض الحكي يثر علينا لو ذكرت أسبابك. أبك. سود الله وأجمل له نيتك مبطنها. أينها؟ مبطنها. إيه. لو بغيت. لو بغيت احط ممالك واكسر نابك واوجعك واخذ زكاكي. اطرحوا هلموا اليه يا ولد. اطرحه بعد اعد وراه. اطرحه يا شيخ. اطرحه يا شيخ. ماني موجود شيخ. ارجع ارجع للشيخ. ارجع للشيخ. ارجع للشيخ للادب. سب الشيخ. يا شيخ. سب الشيخ. يا شيخ. سب الشيخ. يا شيخ. جبنا لك الغنيمة يا شيخ. يا شيخ جبنا لك الغنيمة يا شيخ. هاتوه واغلوه. انت سير بها. اجلس اجلس اجلس. ماذا قلت؟ اعوذ. اجلس اجلس اجلس. اعوذ من الشيطان. ابليس. ابليس خذلني يا شيخ. عويض الله. ومن ويش؟ من عرب. يا اخوك انا قصرت وياك بشين. لا والله انا قصرت وياك بشين. لا بالله يا شيخ. سب شيخ. هو ليه يومك تهجيني؟ ها الشيطان. الشيطان وش به؟ الشيطان وش به؟ وش به الشيطان؟ تبي اقول الصدق يا شيخ؟ ايه انتبه. لا انتبه. تسب الشيخ ما نريده. لا قال الشيخ الصدق. لا قال الشيخ ما نريده. ما نريده. بلاد ايه. افقع وجهك بكف. هات يدك يا شيخ. تكت انا مرشي. بلعون اني داري. بلعون انا مرشي. من راجيك هالخسيس. من راجيني يا شيخ. من هو عضيدك؟ من شويرك يا شيخ؟ من هو بندر؟ لا يا شيخ يا شيخ يا شيخ. ادخل على الله يا شيخ. بندر اني ما حكيت. دحام يا شيخ ادخل على الله. دحام كان ادتني معلومة انك مت ولا شيء. يا شيخ كنا نسعى بسرعة بس نبطينها. يا شيخ انا قاعد اطيح على خفيف. يا شيخ اقعد هناك. يا شيخ انا يا شيخ انقذه. بلعون ان وراك رجال. بلعون انك عوني يا شيخ. بلعون انك عوني. بلعون راح اقص راسه. بلعون انك عوني. يا شيخ لا تموت. يا شيخ تكفى. يا شيخ لا تموت. يا شيخ لا تموت. يا شيخ موت. فكني يا شيخ. انت اللي راشيه يا خور. يا شيخ يا شيخ يا شيخ فكني واعطيك بلوك كافي. فكني يا شيخ. يا شيخ يا شيخ يا شيخ. اللي اعطاني هذا النذل انه كذاب. النذل يا شيخ. اسمع مني يا شيخ. شيخ لازم اتوي. يا شيخ صح. لازم اتوي.
انت اسمع من يا شيخ ولا مني؟ قرب يا شيخ. ما جيت في النار تعال اربطني يا شيخ. انا احبك ولا ارضى فيك. لا الله ناصر القماش كذاب علم لم يملك فيك. بردك ردية يا شيخ بندر فاش خلنك سارقنا اخذ من حلالك نانتين وهبالي بلاك كفين يا شيخ. يا شيخ اموت لا تموت يا شيخ. قابلي البكرة الصفرة وقلت حلالك يا شيخ. انت اعطيتني اياها وقلت صحة يا هبلي هبلي وش بلاك كافي واخذت منه جغمتين الله وقال ابي اكمل الباقي راسي اعطيته حلا تراميسو اعطيته حلا تراميسو بالعون انكم جهرتوني بالعون انكم بالعون يا شيخ دحام اني راح اقتضيلك وراح اقتله. وش 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 انا ما اقتله 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 يا شيخ نطلب العفو يا شيخ يا شيخ ما العفو ما نريده العفو ما نريده ما بنعفو اقتله شوفوا الفارس يا شيخ يجي يسرقونك يا شيخ يا شيخ يجي يسرقونك يجي يسرقونك يا شيخ فطرحوه يا رجال فطرحوه يا النشامة وينكم يا النشامة وينكم يا عيال عمي وينكم يا النشامة بالعون ابشر به يا شيخ ابشر به يا شيخ ابشر به يا شيخ والعون لك يا شيخ بالفصفص يا مساعد يا شيخ اذا تسمحني وقف لا تركي يا شيخ اذا تسمح لي يا شيخ انا طالبك وعونك ادخلني اعطي ضربة الفصفص القاتلة عطى ضربة الفصفص القاتلة اسمع يا شيخ صل على النبي يا شيخ جايين من الوادي اللي مدري من وين جاي معي هالشيخ جايين نصرح بينكم يا شيخ اسمع يا شيخ يا شيخ لا تمد ايدك اسمع يا شيخ اسكت يا شيخ يا شيخ يا شيخ جايين محكمين يا شيخ يا شيخ انت اسكت يا شيخ انا اعتقل يا شيخ شيخ ارتاح يا شيخ يا شيخ اسمع يا شيخ جايين يا شيخ اسمع يا شيخ اما ذا المعظم اللي معك فنريده يدقدق عظامه عندي تكويندو يا شيخ اما المعظم اللي به يدقدق عظامه يا شيخ يا شيخ قل لا اله الا الله يا شيخ يا رب يا شيخ يا شيخ كانت في كبدي اريد تشوين تشوي جبه جبه جال جبه جال جبه جال يا شيخ انا فارس من وراشك انطحه انطحني 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 انطحه انا فارس الماراثون انطحه ما بفارس هذا هو يا شيخ سجعوا يا شيخ هذا الفارس اسمع هذا الفارس الزير عساه سالم الفارس يا شيخ يا عوي 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 يا عو
سيف يلا يلا يا عمي الشيخ في ظلمه يا شيخ ولا يقطع ظما يا حمد معك ثلاث ثواني يا حمد انا بريء بشربه يا شيخ الله يرحمه الله يرحمه كان شجاع كان طيب كان شجاع الله يرحمه الله يرحمه خلاص 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 سامحه خلاص اسمع كتب يا شيخ هنا 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 كتب يا شيخ تعال يا ناصر 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 تعال هنا جيبوه 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 جاي شيخ شيخ رايدك دقيقة سلم أريدك 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 من هو اللي يريدك؟ هل هو ناصر بهذا النار؟ هذا النار أنت أريدك أنت شربي تشوي اشوي شربي اشعل النيران اشعل النيران العون يجي اشعل النيران اشعل النيران اكوى يا شيخ 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 مصير يا مصير من عندك اكوى يا شيخ يا علي صار حمد يا مفروض جمو جاي حمد يا مزاوي تفتح كل رب اذبحك هو اذبحك اريد اشويه اريد اشويه شوي يا شيخ يا شيخ اذا تسمح لي بناصر قماش اعطيها ضربة يا شيخ اذا تسمح لك اشوي شاي عليه يا شيخ عليه عليه يا شيخ تذكرني تذكرني ما تذكرك انا اللي هربت من قومكم يوم هجيتك قبل رحت اتعلم التشويندو قبل العشرين سنة هو اللي خذ حلالنا يا شيخ والحين يا شيخ هو اللي خذ بقى تهلكمك أنت وربعك اللي معك لا بالعوض لا بالعوض لا بالعوض الشيخ مات الشيخ مات وماخذ الشيخ بحياتك هش عليك هش عليك أنا زعلان منك الشيخ مات يا ولد الشيخ مات يا حاتم الشيخ مات يا شيخ الشيخ أهلي الشيخ أهلي ما مات ما مات انا احسب انك ميت اول الشيخ بعدك هدنا ابوي انا احسب انك ميت ما صدق يا شيخ يدور الشيخ يا شيخ ما هو هذا نياجنا اي باقي نبي الشيخ من بعدك يا شيخ وين يا شيخ روح يا شيخ انعش انعش حقك يا شيخ اريد اترك كتل 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 انعش حقك اريد اخذ لي فره فلصيقه روح يا شيخ روح اريد اترك كتل تعال يا 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 حكيم تعال يا دكتور اشوي من 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 خده مع خده مع خده ثبتوا لي وجهه ثبتوا لي وجهه ثبتوا ادخل على الله يا شيخ لا يا زين صوت حشويه اي هو اللي سوي الحين عقل واحده ثانيه على وجه على عينه احسب لنا نص ساعه ها زين صوت حشويه عقل عقل يا رجال ها اريدكم تشمونه كله اريد اكله ادخل على الله ادخل على الله ما اقدر اشيل يا شيخ على النار على النار على النار هنا دقيقه 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 ثاني مره ما تسرق حلالنا اريده يستوي يا رجال يا شيخ بسم الله انا اللي وصاه وشي اذبح لي منتي حطني مندي الشيخ ما ياكل مندي ما ياكل مندي مشوي مشوي اريدك شوي 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 احنذني لا لا شوي شوي اريدك شوي 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 امري لله اريد اكلك امري لله يا شيخ اسمع يصرح يا شيخ شو شو يا شيخ لحمه حرد لحمه قوي ما يصرح يا شيخ انا حاط كريم قبل اجي حاط كريم قبل اجي طري طري اريد اكلك عليك بالضلوع اريد اكلك من اللي دفل علي اللي تلت اللي هناك الشيخ الشيخ رجل يستاهل يا شيخ هذاك في صرصور في يده ما يدري في واحد يسمع علي الشيخ انا باخذ الشيخ بعد الشيخ عندك واحد ينزل يا ناصر الشيخ مرتب من ربعك يا شيخ
الشيخ مركب تقويم يا شيخ. يا رجال لا حد يقربه. والله شلوني؟ اريد اكله. هو زين اريد الشيخ. والله يتكلم. اريد كريم. حط كريم يا شيخ. يا رجال. هي. اقرا عليه يا شيخ. هي. ربعي يا ربعي. هي. 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 اريد مقطع. واحد اصبعه ماش حاتم فين راح عند المكتب حاتم صدق كله يا شيخ حاتم صدق يا شيخ رجال تربعوا على الصحن يا رجال حياكم الله والله ما هو بحقكم يا رجال لا عدت خطراني لا عدت خطراني بسم الله افا اجلسوا يا رجال اجلسوا الرياجي وين لسان عشان شاعر هذه آية اسمعوني قبل لا نبدأ هذه آية الكل هي واحد يسب الشيخ ويسب الشيخ إن عنده ربع ورجال ينسى إن عنده رجاجيل عجاويد الله شغامير الله الله والله والله هو باقي حي لا لا ما عليك لو قلع ايمن في واحد يروشني في واحد والله والله يا اخوان سلطان يا رجال سلطان الصباح اما وجهه اما وجهه ماني ماكله لا وجهه جربني يا شيخ جربني والله يا وجهك عليه من الصوصات الزايده هذا بياكل مخدود وجهك جات عليه صوصات زايده من الشباب وانا ما اريد ما والله يا شيخ يا شيخ يا شيخ لا حد يسرق لا حد يسرق قالت لي داري عنده عمليه هنا انا ما اكله يا شيخ بالحال كلمة يا شيخ الذبيحة الصايدة ما ناكلها صلوها الكلاب ارجعوا الكلاب الكلاب ما ما ولد جرب طيب حط شطة يا جرب يا تحرقني بعد الدكس مو منطقة حط كرس على الجمر لي الله حركات زين الشيخة يا رجال اي بالله اشهد ان الشيخة زين يا عمر الشيخ بسم الله عليك يا شيخ تفضل يا شيخ تفضل هي يا شيخ يا شيخ قول لا اله الا الله تبنى انا يا عمده يا عمده خليك عمده تبنى ناخذ الشيخ ناخذ الشيخ والله والله انا استاهل الشيخ اسمعني احنا اي احنا بنحب الشيخ همني رجال تعال يا الصباح تعال الصباح انا استاهل انا استاخذ الشيخ ما يبورون فيني يا شيخ ما عاد انت بشيخ يا شيخ ما عاد انا الشيخ الجديد بدالك قم 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 وخلينا حلالك خلينا حلالك كله بلعون انك شيخ يا شيخ بلعون انك شيخ ولا عليك من حقهم انا احتميك في الليالي المعاسيد ولا الردي كلاني حل مكانه يا نوم عين ابشر بي انا الشيخ يعني الشيخ حلك انت الشيخ انت علمه اللي يريدك رجعت حلالك رجعت حلالك من القوم اللي هناك انت الشيخ حلالك يا شيخ ولا خليك تاكل انت الشيخ نايب الشيخ هي بندر الله انا نايب الشيخ وانا بيكم شيخ عقب حطني فارس يا شيخ الوكيل بني المرشد أنا أنت لا لا يا شيخ أنا مستشار الشيخ أنت المرشد مستشار الشيخ هذا كله أنت يسار يسار شيخكم كلكم اللي يسجل الغياب شيخ يسجلكم كلكم أنا عليكم منه رجال يا رجال يا رجال هذا اللي يا عون العون يا شيخ أنا أنت وش أنت مستشار الشيخ ايش تبغى معنا من بقى باقي المرشد أنا مستشار الوكيل لا المرشد النايب النايب الكاتب المدير المدير الكاتب الكاتب الفراش موجود فارس انا استاذنك يا شيخ صرت قدام الشيخ والشيخ ما يرضى والشيخ ما يرضى يا شيخ تو تو ترى قصتك الاولى تو ها قصتك ايه صحيت من النوم ما اقدر الف ايه مخدتك اللي حاطها كيف ثقيله لا خفيفه جدا متواسي ما رقبتك ولا لا خفيفه 70 مخدة لا ابي انت دحين الحين اذا نمت انت كذا نايم الحين تخيل الحين تخيل اني انا مزدح في مساحه هنا وانت نايم رقبتك كذا لو رقبتك كذا كذا داخل زياده غلط خلى دائما اذا جيت تنام النوم الصحيه تكون كذا ومرفوعه شوي وش نوع المخدر صحنا
ما في نوع محدد، هي ارتفاع مخدة عادي. ترى الناس طاحوا بالوهم ذا مخدات طبية، اشتري المخدة ب300 ومخدة ب500 بس قالوا اسمها طبية يصدق. لا المخدة ترى انت تاخذك شيء على ارتفاع الرقبة، يعني حتى وسائل على حسب الراس المقاس. اي انت خذها، المهم انك انت نومتك المساحة هذه اللي بين كتفك وبين رقبتك تكون مليانة، ما في تكون في ما في تكون رقبتك داخل للداخل ولا تكون ده. بس النومة الزينة انك انت وانت نايم تكون مستوي، ترفع شوي وترفع رقبتك شوي عشان تفتح المساحة للأعصاب هنا. هل في مخدة تفصيل؟ والله ما ادري على المخدات مين. في كل شيء تفصيل فيه. انت مواليد اي مدينة؟ القصيم. القصيم؟ ابا عن جد، ابا عن جد عن جد عن جد عن جد. ودراسة القصيم؟ والدراسة القصيم، والمنشأ القصيم، والحي القصيم، والقلب والقلب القصيم. الله الله الله. احمد فريد الجماعة. الله الله. صارت الحين جيت انت قاعد. لا تسوي كذا عبد الله، ممنوع. امزح طقطق. حتى ولو امس يطقطق ناصر و شو اسمه؟ بعدها قال هذا يقول بك حلقة وبطل. يا شيخ يا شيخ انا جيتك. هو جيس اسلم اسلم. ترى ما في شيء، بس انك معطيه وضعية ال كلمة قال قدامك ما عجبني متعب. ها؟ اي سينسو انت تسولف ما قطعك. ها؟ طب اقطعك وانت تسولف. انا ما ابغى اسمع صوتك. ولا اروح اسكت لك صوتك. انا لا اسولف ولا حتى وانا ساكت ابغى اسولف. يا اخوي دائما تدري شنو حياته هذا حتى لو انا ساكت تطالع فيه تقول اسكت حتى هو ساكت. دائما كلمتي اللي اقولها الصمت بعض الاحيان حكمه ومهابه. يا رجل الصمت بعض الاحيان يعتبر وش اغنيه اللي الصمت في بعض الاحيان يعتبر جود. الصمت في بعض الاحيان يعتبر جود. حافظ يعطيكم سالفه. اسلم اسلم.